السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مرو نيوز. فجر رئيس جماعة الرتبة بإقليم تاونات عبد الحق أبو سالم ما وصفها بفضائح ترتبط بعدم تنفيذ مشاريع دشنها الملك خلال زيارته لإقليم تاونات سنة 2010 وأخرى لها علاقة بالاستنزاف الذي تتعرض له الأراضي المجاورة للوديان والأنهار والتي تستغل في زراعة الكيوف. واتهم رئيس الجماعة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية في شريط فيديو مسؤولين قضائيين بعرقلة مشاريع ملكية، مشيرا إلى أن ملك البلاد لن يكون راضيا على المشاريع التي لم يتم تنزيلها، خاصة مشروع ربط الضواوير بالماء الصالح للشرب وذلك بكلفة 76 مليار سنتيم. وأضاف هذا لاوصل للملك ما يعجبوش الحال. إلى ذلك كشف مصدر حزبي في بلدية تاونات لقناتنا أن رئيس جماعة الرتبة التابعة لدائرة القرية غفسي يتابع حاليا من أجل تدوينات فيسبوكية ينتقد فيها عمل بعض المسؤولين ويتهمهم بعرقلة تنفيذ مشاريع دشانها الملك خلال زيارته لإقليم تاونات سنة 2010، وعلى رأسها مشروع ربط ضواوير سكنية بالماء الصالح للشرب الذي كان سيستفيد منه أزيد من 233 دوار تابع لدائرة القرية سكون. وإلى حدود اليوم يؤكد المصدر نفسه ما زال المشروع يراوح مكانه. وأضاف المتحدث الذي رفض الكشف عن هويته أن القشة التي قسم ظهر البعير هي الشريط المسجل الذي يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عبارة عن حوار صحفي أجرته جريدة إلكترونية مع رئيس جماعة الرتبة وفجر خلاله معطيات مثيرة حول من وصفهم بالمشتبه فيهم في عرقلة مشاريع الملك، خاصة بعض المنتمين للسلك القضائي. المصدر تساءل عن عدم تدخل هذه الجهات لوقف زحف زراعة الكيوف التي تسببت في أزمة ماء حادة بالمناطق المجاورة للوديان والمجاري المائية، حيث تستغل مياه واد الرغ في سقي هكتارات القنب الهندي في وقت كان يفترض أن تستغل تلك الأراضي لتنزيل المشروع الذي دشنه الملك بكلفة 76 مليار سنتيم. شكرا على حسن المتابعة، لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم احبتي.